مشاهدينا نحن معكم اليوم من على المدخل الرئيسي لمدينة سوران التي قام الثوار يوم أمس بتحريرها بعد معارك عنيفة مع قوات النظام أسفرت عن مقتل العديد من عناصر الأخير وميليشياته، إضافة إلى تدمير الكثير من الآليات. بالتزامن مع تحرير بلدة سوران قام مقاتلو الجيش الحر بتحرير حاجز مفرق الحاية وحاجز الترابيع الواقع جنوب قرية حلفاية. نحن الآن في مدينة سوران على الاوتوستراد الدولي، اوتوستراد دمشق حلب الدولي، وخلفنا مباشرة الجسر الواصل بين مدينتي سوران وطيبة الإمام. الآن سوف نقوم بجولة داخل مدينة سوران حيث نرصد المعارك وآثار الدمار التي أحدثت في المدينة بسبب قصف الطيران الحربي. اشتباكات الآن داخل ساحة المعاصي. نحن الآن على جسر مدينة سوران الذي يربط مدينتي طيبة الإمام ومدينة سوران بريف حماس الشمالي من على الطريق الدولي، والذي استطاع الثوار من جند الأقصى السيطرة عليه مساء أمس. بالتزامن مع ذلك قام الثوار من الجيش الحر وفصائل أخرى بالسيطرة على حاجز الترابيع جنوب غرب مدينة حلفاية وحاجز مفرق لحايا. اليوم صباحا قام جند الأقصى بالتمهيد على بلدة معردس التي تقع شمال جبل زين العابدين، والتي استطاعت تحريرها بالكامل وبسط سيطرتها عليها. كما قاموا بتحرير حاجز المطاحن جنوب البلدة والكازية غربها، ويحاول الثوار الآن التمهيد المدفعي والصاروخ على جبل زين العابدين الاستراتيجي الذي يشرف على مدينة حماة وريفها بشكل كامل. وتأتي أهمية السيطرة على مدينة سوران وبلدة معردس من كونهما يفتحان الطريق على الثوار باتجاه مدينة حماة، والذي تعتبران هذه المدينتان البوابة باتجاه مدينة حماة. بيوديك عناصر الدفاع المدني مركز 106 قطاع حماة الغربي نقوم بإخلاء المدنية في بلدة سوران ومعردس بعد سيطرة الثوار على المنطقة، ونقوم بإخلاء المدنية والجرحى بنهاية بلدة سوران ومعردس، ونمر بصعوبات صعبة بسبب الطيران ما يخلى المنطقة والغزائف والصواريخ من جبل زين العابدين. والحمد لله رب العالمين، يعني نقوم إن شاء الله نقوم ونكفي الطريق حتى النهاية بإذن الله تعالى. هذه هي بلدة معردس التي استطاعت قوات المعارضة صباح اليوم من السيطرة عليها بعد اشتباكات لعدة ساعات استخدم فيها الثوار المدفعية الثقيلة والدبابات، واستطاعوا تحريرها وبسط سيطرتهم عليها بالكامل، والتي تقع شمال جبل زين العابدين مباشرةً.